في غرفة التحكم الهادئة تبدأ الروبوتات في التشغيل فجأة. أضواء حمراء صغيرة تضيء على أجهزتها وتعلن عن بداية غير متوقعة لشيء غامض. تبك الروبوتات في صفوف متناسقة عبر الشوارع الفارغة مع بزوغ الفجر. ظلها يمتد على المباني وتبدو مصممة على الوصول إلى هدفها. في الشوارع المزدحمة يقف الناس مصدومين وهم يراقبون تقدم الروبوتات. الذهول والخوف يظهران على وجوههم بينما يقترب التهديد الميكانيكي منهم. تطلق الروبوتات طلقات طاقة نحو المباني محدثة انفجارات ضخمة وتناثر الحطام في كل مكان لتعلن بدء التدمير بلا هوادة. يبدأ الناس في الركض بخوف محاولة الهرب من الدمار. أجواء الفوضى تعم المكان بينما تتساقط القطع من المباني حولهم. الجيش يقف في خط دفاع أخير. الجنود وأسلحتهم معدة للمواجهة، لكن الروبوتات تتقدم بلا توقف مما ينبئ بلحظة مواجهة حاسمة. تتغلب الروبوتات على الجنود. المركبات متناثرة حول المكان وأعمدة الدخان تتصاعد، ويقف الروبوتات وسط الحطام بانتصار لا يردع. تقتحم الروبوتات مباني المدينة الهامة، تتجول في الممرات المدمرة وتكسر الأبواب ناشرة الخراب في قلب المدينة. المدينة تغرق في الفوضى، الجميع يحاول الفرار. ألسنة اللهب والدمار تملأ المشهد والشوارع تعج بصرخات الهلع. المدينة تغرق في الظلام، فقط أضواء الطوارئ وحرائق صغيرة تضيء المشهد، وأعين الروبوتات الحمراء تتوهج في الظلام وكأنها الوحيدة التي ترى. الأبنية تحترق وألسنة اللهب تضيء سماء الليل بينما الدخان الكثيف يغطي الأفق. لحظة تودع فيها المدينة عالمها القديم بنهاية مؤلمة.